وإن كان وإن كان تقديري تقديري إن إحنا مش هنحصل على نتيجة النهاردة، ولكن هنحصل على مؤشرات قوية للنتيجة، لأن بتتكلمي في حوالي 96 مليون أدلوا بأصواتهم مبكراً، من ضمنهم أكتر من 50 مليون صوت بالبريد. فالمسألة دي بتهيألي هتاخد وقت شوية، لكن في بعض الولايات هتكون حاسمة وهم حريصين على إن نتيجتها تظهر النهاردة، زي ولاية فلوريدا مثلاً. الحملات كانت مكثفة عليها جداً من امبارح، ودي ولاية ترامب يعني بيقولوا كده يا فندم، ولاية ترامب يعني الولاية ال يا فلوريدا. لا يا فلوريدا من الولايات المترجحة، ترامب مركز عليها بشكل قوي جدا، وفي نفس الموضوع بايدن مركز عليها بشكل قوي جدا، لأن من الصعب أن يأتي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية دون أن يفوز بفلوريدا. وبالفعل فلوريدا عمليات الفرز بدأت فيها لعمليات التصويت المبكر وأصوات البريد، لأن هم حريصين أن نتيجتها تظهر النهارده. وشفنا امبارح الساعة 1 بالليل بتوقيت القاهرة باراك أوباما نزل ميامي في ولاية فلوريدا علشان يدعم بايدن في اللحظات الأخيرة.